طيب احنا عندنا دلوقتي خبر خاص لصوت الناس يتعلق بالتشكيل الوزاري، ان المستشار محفوظ صابر مستشار العدل يعني بيعتذر رسميا عن قبوله منصب وزير العدل. يعني زي ما قول يعني يمكن المستشار محفوظ قال لصوت الناس تصريحات خاصة لينا ان هو اعتذر عن هذا المنصب للمهندس ابراهيم محلب بسبب تدخل نادي القضاء في اختيار المرشحين للمنصب. يعني كده المستشار حسن بسيوني اصبح الاقرب لان هو يكون وزير للعدل. يعني وفي انباء عن تكليفه المستشار حسن بسيوني لهذه الحقيبة، ايضا في انباء عن تكليف الدكتور محمد صابر عرب للاستمرار في منصب وزير الثقافة في حكومة محلب. طبعا العمليات الإرهابية للأسف برضو لسه مستمرة، ودي يمكن نقدر نقول تحديات صعبة للحكومة المصرية في الفترة اللي جاية. النهاردة الصبح استشهد رقيب شرطة مصري، وده كان على فكرة المكلف بحماية قاضي أحد القضاء اللي بينظروا القضية الخاصة بمحمد مرسي. كنا بنتكلم في الإعلام إن إزاي القضاء ممكن يكونوا مستهدفين، وإن لازم يبقى فيه حماية للقضاء، واتكلمنا هنا في صوت الناس ويعني افردنا له مساحه كبيره امبارح بصراحه، ان ازاي لازم نحمي هؤلاء سواء القضاء او اللي موجودين. دي صوره هذا الرجل الشهيد المصري الرقيب، وهو كان على فكره يعني استشهد وهو راكب الموتوسيكل بتاعه. تم استهدافه من قبل ناس مجهوله ملثمين واطلقوا عليه النيران. هو من ضمن المفروض يعني مكلفين بحماية قاضي من القضاء اللي بينظروا زي ما قلنا القضية الخاصة بمحمد مرسي. طيب الإرهاب مش بس كان بيستهدف أيضا القوات اللي هي خاصة أو القوات اللي هي بتحمي القضاء، إنما أيضا في إدارة شرطة النجدة بالإسماعيلية مدير الإدارة تم إحراق العربية الخاصة بتاعته. طيب احنا معانا من هناك الزميل السيد فلاح الصحفي باليوم السابع. مساء الخير استاذ السيد. مساء النور يا فندم، تحياتي ليك ولحضرتك. تحياتنا لحضرتك. ايه اللي حصل النهارده؟ يعني يمكن السيناريو احراق السيارات بقاله فترة شغال يعني، واستهداف شخصيات بعينها. يمكن انا انفردت مع حضرتك منذ عده اسابيع بانشاء حركه ولع، وقلت لك كان اول وسيله اعلاميه اتكلمت عن الموضوع دوت اللي كان جماعه الاخوان المسلمين او بعض الصفحات الاخوانيه اعلنوا عن انشاء حركه ولع تستهدف بعض المنشات والسيارات، واتكلمنا في الموضوع دوت. نعم. بعدها على طول تم تفاعل هذه الحركه، وشفنا حرق عديد من السيارات الشرطه واجهزه اكثر من شيء. يعني النهارده الساعة 5 فجرا تم اشتعال النيران في سيارة العميد رضا طلب دقائق شرطة نجدة الإسماعيلية، ودي مش أول مرة مش أول حادث في الإسماعيلية، ده الحادث الخامس. يمكن يعني كان قبل كده طبعا بخلاف سيارة، كان حصل قبل كده حرق سيارتين للواء شرطة سابق، أحدهم لزوجة ابنه والاخرى تخصه يعني تخص اسرته يعني. نعم. طب احنا عشان يعني احنا بنتكلم عن حركه ولع اللي حضرتك اشرت اليها استاذ سيد. طيب في يعني اللي اعلى مسؤوليته عن هذا يعني هذه الحادثه كانت حركه اخرى اسمها مجهولين لمناصره الاخوان. يعني هي نفس الحركه، هم نفس الشباب، هم نفس يعني هي يعني كلهم بيدوروا يعني هم بس بيسموا اسامي مختلفه يعني. اسامي مختلفه. هم اعلنوا برضه تم الاعلان، هم حركه مجهولين اعلنوا قبل كده عن الوقائع السابقه، بس الحركه يعني حركه شرط الشرطه العميد النهارده لم يتم الاعلان عن من قاموا بهذه الحركه يعني. ولكن عاوز اقول لك ان كان قبل كده كان في برضه تم في الاسماعيليه حرق سياره ومنزل امين شرطه، وايضا كان تم حرق سياره تابعة لمباحث تنفيذ الاحكام بقسم ثاني، ايضا تم احراق مقهى لاحدى الثوار بالاسماعيليه. يمكن عايز اقول لحضرتك ان حاليا تم القبض على كان ادمن حركه ولع من الاسبوع اللي فات، والاحداث حاليا في الاسماعيليه او الاجهزه الامنيه بالاسماعيليه وبيشترك مع الامن الوطني تكثف جهودها لكشف
غموض او كشف هويه المجهولين الاشعار. هل ابتدوا يوصلوا لبعض الامور ولا لسه يعني؟ والله هم وصلوا لبعض الامور، والنهارده مساء اليوم يعني هيتم الاعلان عن من قام بهذا العمل، لان هم يعني في ناس يعني تم بيتم استهدافهم، والامن الوطني ومباحث ولجنه الامن بالاسماعيليه بدات ترصدهم، لان هم عملوا اكثر من حادث مشابه لهذا الحادث يعني. نعم. طيب استاذ سيد، يعني يا ريت حضرتك تطمنا بقى النهارده عن الاجواء في الاسماعيليه شكلها عامل ازاي؟ النهارده كان في مسيرتين لجماعه الاخوان المسلمين، من مسيره من مسجد نور الاسلام ومسيره من مسجد المطافي. على الفور تعاملت قوات الامن وتم تطليق المظاهرتين، وتفرقت المظاهرات في الشوارع الجانبيه، تم ملاحقتها ولم يحدث اي اصابات او اي اشياء اخرى. ولكن اعتقد في يعني ولم تعلن حتى الان قوات الامن عن القبض على اي من عناصر جماعه الاخوان المسلمين حتى الان يعني، ولكن الامور حاليا هادئه. هناك طبعا قوات الامن ومديريه الامن الاسماعيليه اعلنت الرقابه الشديده على الشوارع الاسماعيليه، وهيتم وضع تم انتشار اللي هو عاوز اقول لحضرتك الامن السري يعني اللي هو زي المخبرين. نعم. في الشوارع وبالقرب من منازل ضباط الشرطه وسيارتهم ل يعني لاحباط اي محاوله حركة سياره او منزل لاي احد من عناصر القوات الامن الاسماعيليه يعني. نعم الزميل سيد فلاح من الإسماعيلية بشكرك جدا على هذه المداخلة. طب يعني طبعا احنا عارفين يعني السيناريو المتكرر بتاع كل يوم جمعة، التحالف الإرهابي المسمى بتحالف الدعم الشرعية بينادي طبعا ان هو يبقى فيه برضو بعض الأعمال العنف والشغب في الميادين المصرية. يعني نروح كده زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا حالا دي دلوقتي، دي من منطقة الألف مسكن، عشان نفهم ايه اللي بيحصل هناك وليه التواجد الكثيف ده لقوات الأمن. معانا زميلتنا هدير جميل مراسلة المحور من الألف مسكن. مساء الخير. مساء الخير يا أحمد. يا ريت تقول لنا بالظبط ايه اللي حصل هناك وليه في هذا التواجد الشرطي اللي احنا شايفينه ده. الأوضاع هنا هادئة للغاية، حركة المرور كانت تسير بشكل طبيعي إلى أن أغلقت مداخل ومخارج الميدان كما ترى من قبل قوات الشرطة لضبط الوضع الأمني وفرض كامل السيطرة على المنطقة. كانت هذه المنطقة يعني مر عليها عدة جمعات، كانت هناك اشتباكات قوية ما بين قوات الشرطة والأهالي من جهة، وعلى الجانب الآخر بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن هذه الجمعة الوضع هادئ تماما، لا توجد أي بوادر أو مؤشرات لمسيرات. يعني المشهد اللي احنا شايفينه قدامنا حالا ده إجراء احترازي فقط. بالطبع هناك تواجد أمني مكثف في دوريات بشكل تلقائي تمر في وتجوب شوارع المنطقة بالكامل على مدار عدة ساعات حتى الآن للتأكد من الوضع الأمني السليم في مداخل ومخارج المنطقة كلها. ده وضع أمني مستقر جدا، إجراءات روتينية لضبط الأوضاع، خاصة المنطقة دي شهدت كما قلت لك يا أحمد عدة جمعات كان فيها اشتباكات قوية. صحيح. لكن هذه هي ثالث جمعة الأوضاع بيها هادية للغاية. الأهالي هنا تحدثت إليهم سعداء بحالة الاستقرار التي عادت للمنطقة، ومتأكدين وواثقين في قوات الشرطة أنها قادرة على حفظ الأمن مرة أخرى، وبيأكدوا دايما أنه إذا عادت الاشتباكات سيقفوا أيضا مرة أخرى جنبا إلى جنب مع الشرطة المصرية ضد ما اسموه جماعة الإرهاب والتخريب. نعم الزميلة هدير جميل بشكر جدا على هذه التغطية المتميزة من الألف مسكن. خلينا نروح لمنطقة أخرى في طبعا أيضا محافظة الجيزة بقى، معانا زميلتنا إيمان عزب الصحفية بجريدة الوفد. مساء الخير. يا ريت نعرف إيه اللي بيحصل في المهندسين، الأجواء هناك شكلها عامل إزاي دلوقتي؟ هي حالة هدوء جدا عند مصطفى محمود والمحروسة وكوبري أحمد عرابي، كلها هادية وفي تكثيف أمني وما فيش أي حاجة، وسيولة مرورية في الشوارع تمام. ما كانش في أي مسيرات خالص خارجة النهاردة في يعني في المهندسين؟ لا تماما ما فيش. تمام انا بشكرك الزميله ايمان عزب من المهندسين. زي ما احنا شايفين ان طول ما الوقت ما بيمشي الدنيا بتهدى. في ناس كتير قوي كانت حتى بتكلمنا احنا يعني لما بيقابلونا
في شباب والله يعني بيقولوا لنا احنا مش مبسوطين من اللي بيحصل في الشارع من قبل هذه الجماعة او اللي بيتحسب على هذه الجماعة ايا كان اذا كانوا هم او مش هم. بس الناس كلها يعني عايز اقول ان احنا كمصريين كلنا زهقنا، كله عايز يشتغل، كله عايز يشوف حكومة تقدر ان هي نقدر نقول تعبر بمصر بقى المرحلة الصعبة اللي احنا بنمر بيها. يعني الشعب المصري كله هيقف هيساند هذه الحكومة ان شاء الله. اتمنى ان الشعب المصري كله برضو يساند بقى ايا كان رئيس الجمهورية القادم، لان في ملفات هتبقى صعبة جدا جدا جدا، ولازم يبقى في برضو خطة واضحة موجودة تقدم للمصريين. طيب من برضو ضمن المصريين في شيخ اسمه يوسف القرضاوي اقتبس آية كريمة، الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تخيلوا مسك الآية دي ونافق بيها قطر، قال إن قطر أطعمتنا من جوع وآمنتنا من خوف. يا الله، معقولة؟ اللهم أحسن خاتمتنا. فاصل ونرجع لكم تاني.